تحية لكم زملائي ولضيوفكم جميعا، وعيد مبارك لجميع مشاهدي برنامج عصرونية وكذلك مشاهدي قناة الأيام. احنا اليوم راح نتواجد وياكم وراح ناخذكم بجولة، اشوفكم العائلة العراقية وكذلك التهاني والتبريكات اللي ممكن يبحثوها لكم. خليكم معنا يعني. تحية لكم زملائي ولضيوفكم، وأيضا عيد مبارك لجميع مشاهدي برنامج عصرونية وكذلك مشاهدي قناة الأيام. احنا اليوم راح نتواجد وياكم ونشوف العوائل العراقية وأيضا نشوف التهاني والتبريكات والأجواء، لا سيما أنه احنا اليوم أول يوم العيد، نقول عيد مبارك. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالخير والبركة، وأحب أعايد أهلنا وناسنا كل العراق، خاصة محافظتي محافظة ميسان الحبيبة، لأن أنا جاي خطار من العمارة، فحبيت أعايدهم وأعايد جوارينا وأصدقائنا وكل أهلنا وناسنا، ونعايد العراق من شمال من زاخو للفاو البصرة الحبيبة، وتحياتنا وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى كل العراق والعراقيين بالخير واليمن والبركات، وحق محمد وآل محمد. أبو عباس، سولف لي أنه العيد دائما احنا عندنا عادات الكويتية وغيرها، اليوم عباس سوت. لا والله ما عباس سوت تكلتي ما قصرت. وين اي والله لا. هناك. همي انا ويانا لهنا الاهل بغداد. ايه. لا 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 ما في. لا تدللون بالعمارة تجونا والله نسوي لكم والله سمك بني وخبز واحنا مكعب معازيب، والله شرفونا بالله العظيم. والله شرفونا. واجواء العيد ببغداد تختلف عن المحافظات؟ والله حلوة يعني أجواء هي بكل العراق حلوة، بس ببغداد شوي لها اختلاف يعني كثرة الأماكن الترفيهية، يعني أكثر جزء من بقية المحافظات، يعني أكثر من مصدر ترفيهي، فهاي تعكس صورة إيجابية يعني خاصة للأطفال، يعني أنا أقول لك 90% جيت على مود الأطفال هم اللي يغيرون الجو. إي بالله. أكثر شيء راح تشتاق له برمضان؟ على السفرة والله هو رمضان كل أجواء حلوة. أكثر شيء راح اشتاق له برمضان والله يعني كل شيء من يد عباس طيب. احنا سنتفق على هذا الموضوع. شيء راح تشتاق له؟ والله شوربه كانت دائميه، شوربه يعني نقدر نقول راح نفتقدها بالايام الجايه. اي والله. ام عباس شلون؟ اهلا وسهلا، هلا بك، ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير. اجواء الطبخ الساعه 5 العصر. اي والله هي ايش اشتاق لها، اجي من الدوام قبل لازم اسر نخلص شويه. كل سنه رمضان اسهل علينا، كنا قاعدين بالبيت، بس السنه بين الدوام بين تدريس الجهال بين هاي يعني صار سريع علينا. اي معلم شويه تعب تعب علينا، اكثر على ام البيت اكثر من البقيه يعني. اليوم عايد تدرس بعد؟ والله اهلي بعد ما معايدتهم، لان لا لا بالعماره. اي اي لا هو ما قصر، احنا دائما نرجع ان شاء الله عقب باكر. عقب باكر اي لا ما شيء بعد لا اروح لهم. لا لا كبر ان شاء الله. لا لا ما بقصر وياك. سويت بس بنيتي سويت حتى نطلع مع باكر. إيه لا سوينا كليتشة وهاي الأشياء، وهمين اشترينا من برا يعني هاي الكعك وهاي سوالف الكيك. بس إيه يعني جا وجيمر الجمال يحبون أحلى. أنا وجهالي ما نحب الجيمر. إيه ما قعدت اليوم؟ لا اليوم قعدتهم. إيه لا ما كنا ما نحبه. إيه مخلمة؟ والله متبول بغداد جانا معازيب، بس هم على قولتك سوينا مخلمة. المكارم في شعبها. اي والله. اي لا ما تطلع مخلمة بكافة واحد. الله يسلمك يا غالي، فرصة سعيدة. عندكم واحد زعلان زعلانين عليك كذا ممكن تقول؟ لا والله انا قلبه طيب الحمد لله. اي لا اي والله. لا لا الحمد لله ما لا لا كلهم لا كلهم صديقاتي والله. لا انا بطبيعتي ما اخلي واحد يزعل علي، الحمد لله والشكر، بس انا حتى لو واحد زعلان علي بتصرف مقصود. زعلان اليوم ما مقتنع بالمقلب. لا بس لا بس يعني والله هاي نصيحه للكل، يعني الكل هذا اقول لهم الدنيا ما تسوي، والله هو العيد جاي، فاذا واحد زعلان ويا اقرباء او ويا صديقه وهاي فالدنيا والله تافه بالله العظيم، ف
فيتوجه يصالحه ما طول يعيد مناسب بمناسبتين. الله يحفظك استاذ، فرصه سعيده. 100 انا بالغالي. الله يحفظك. 100 نعم مشاهدينا الكرام والزملاء متواصلين وياكم، خليكم. هو اول يوم بالعيد، يعني هو عيد سعيد ان شاء الله، بس شايف من تقعد وعندك تصوير وعندك موعد تسبح توصل للكهرباء تدش سوار طفت تروح العلاق ما عنده امبيريه، شو ينطيك العلاق؟ ينطيك شي سوار وفرشة. وين تروح؟ تعبر للجزر الوسطيه لابو المولد، وانت تسوار هيك وتمشط. هذا اليوم انا سويته. يوم سويتها؟ معناته على شعري. عاشت ايدك. بس حلو لو مو حلو؟ لا مو حلو. امانة. قلت له مو حلوه. اي والله امانة. هذا بطل حوري التصوير انا على المهم. امانة. امانة والله مو حلوه. لا طبعا امانة مو حلوه لان صارت طويله. ايه. عيد مبارك. الله علينا وعليكم. تصريحه جميله. الله يسلمك قدامك. شلون اجواء عليك؟ والله الحمد لله. اجواء عاديه. لابس اسود. ها؟ لابس اسود. سيد الالوان ولبسنا. من هذا النوع. اي من هذا النوع. اجواء عاديه ايش فيها؟ اجواء عاديه يعني. خرب خرب العيد؟ العيد مو ناوي. اي صدق تبدل وجهه علينا. تبدل وجهه علينا استاذي. شو تسوي بعد؟ يا عيد من جاي واهل العيد غياب. والله ما مختلف شيء بس مو مثل كل سنه. زين هاي السنه ايه. عندك جو الباب عليك جابوا لكم صينيه مال فطور يعني تكررت مثلا 5 مرات اربع؟ اي تكررت؟ يعني ما قلت هاي؟ لا ما قلت هاي الظاهر. منطقة شعبية اكيد تصير فيها. حلو. حلو. والمحيبس. ها؟ والمحيبس. ما لعبت هاي السنة. طابل. ها؟ لا ما لعبت. تعبل؟ ايه. لا حديد. حديد حديد. حديد؟ ايه. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. مبين من شعرك. دور عليك. شو تحب توجه بالعيد؟ والله عيد مبارك على الجميع ان شاء الله يا سنة. ان شاء الله سنة خير ومحبة على الجميع. عندك شخص زعلان عليه؟ الحمد لله انا ما اعرف شخص زعلان علي. والله ما اعرف ان شاء الله. ها؟ انت زعلتني؟ اه يعني حقك علي. على شعري حقك علي. حقك علي. وينك بتطلع؟ وين تروح؟ حقك علي يا استاذ. الله يسلمك حقك علي. الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ حبيبي رحمه الله. شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ شلون العيد؟ والله الحمد لله. اه والله الحمد لله. وانت العيد سنة. والله عليك. والله تسلم. اليوم اول يوم طلعت. اي والله خلصت بعد نص صيام بعد معاناه. الحمد لله. بس شويه سادي شويه نرجع رحمه الله. سادي سوينا شويه نغير جو ونرجع. غير جو بالمول قطيع. لا شو نسوي نشتري اغراض. شو تشتري شلون تغير؟ والله غير جو شوي. اي تروح تسوق تصرف فلوس ترجع للبيت تونس. هاي هاي بالعيد. عروسه مال طلاب سادس يعني اقول لك مو تروح. لا اريد ونستك بالعيد بعيدا عن. اه بالعيد؟ لا طبعا الاهل الاقارب صله الرحم هاي. خبرك اليوم؟ اي طبعا ان شاء الله. خبرك الكبير عمك جده؟ اي طبعا جده. اي طبعا رحنا لهم للبيت. رحتوا لهم للبيت؟ اي طبعا. وديته بعيد؟ الخاوره. زين هسه عايد للناس ما معايدهم منه؟ يا ابو اقول لهم كل عام وانتم بخير بالصحه والسلامه ان شاء الله تحقيق الاماني ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. بعد شنو؟ بعد ان شاء الله طلاب السادس اللي شفتهم. طلاب السادس هاي انت بضيع. لا ان شاء الله ان شاء الله رحم الله وديك تسلم. رحم الله وديك تسلم. نعم زملائي ومشاهدينا متواصلين وياكم خليكم. كل عام وانت بخير ماما. وانت بالف خير. الله يحفظك يستر عليك يما. حفظك الله ان شاء الله. عيد المبارك عليكم ان شاء الله. الله يحفظك. والله شوي احذية اخذت. اه اي ما شاء الله. الله يخليك. الله يسلمك. بعد اشتريت لا ما اشتريت شيء. لا بس الاحذية. بس الاحذية. اي الحمد لله. الكليشة شفارة هاي السنة. والله الكليشة تحفة. نسوي شك هاي مع التمر وسمسم ونسوي مع الجوز. مجوز؟ اي طيبه مجوز؟ طيبه ما مرغوبه لا هي ولا مسمسم والتمر ام الحطب ورا الايد تشتغلها. آه. اذا الايد تشتغلها وطيبه تصير طيب. تشتغل فيها انت لو لا والله انا تحت اشرافي. تعملون الزواج؟ اهلنا بناتنا شناينا. وطنها؟ الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. وما تعب انت برمضان؟ لا لا حبابه. بالفطور؟ لا دولمه مثل ما ترديها؟ دولمه؟ ايه؟ دولمه لا خير من الله صارت فطور دولمه. صح اي صار تشريب وصار برياني برياني يعني ضبطمه؟ لا حباباتي
تطين بنات الله يحفظهم بناتي والله هذول عمرك الله يخليك. كلمه منك للعراقيين بشكل عام؟ والله اريد من العراقيين كل واحد يحب الثاني والله ان شاء الله يسعدهم ويخفف عنهم هذا هاي الالام اللي يمرون بها وهالشباب هاي التعبانه الله ان شاء الله يفرج عنه وان شاء الله خير وبركه. العراق هو كله يعني موارده كلها نعمه من الله ان شاء الله. ان شاء الله جميل يحفظك الله. شكرا جزيلا هلا بيك يا الله يحفظك.